إذا للحديث عن تداعيات مجزرة جبلة في ضوء التقرير الذي أصدره المرصد العراقي لحقوق الإنسان، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات عادل الخزاعي. أستاذ عادل، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون لا تزال تداعيات مجزرة جبلة في محافظة بابل تلقي بظلالها. في آخر تقرير للمرصد العراقي لحقوق الإنسان يؤكد فيه أن القوات الحكومية نفذت إعداما جماعيا ضد المدنيين في جبلة على ضوء معلومات مضللة، لكن السؤال كيف ترى دور المخبر السري في قتل الأبرياء في العراق؟ نعم، تحية طيبة لكم والمتابعين الكرام. المخبر السري حقيقة الكثير من الجرائم ارتكبت، وكم هائل من الأرواح حقيقة أزهقت وعوائل دمرت بالكامل بوشاية من المخبر السري. نعم. مئات الآلاف حقيقة، بل لا أبالغ، قلت لك ملايين طالهم هذا المخبر السري، سواء من زمن الاحتلال الأمريكي وإلى الآن. نعم. جرائم حقيقة تمت على يد هؤلاء المخبرين السريين، الذين حقيقة تم وضعهم في زمن مشبوه وهو حقبة نور المالكي. نعم. قضية جبلة، قضية مجزرة جبلة، هي أحد قضايا إجرام المخبر السري. نعم. أضف إلى ذلك هناك الآلاف من السجناء والمعتقلين، يعني هم ضحايا للمخبر السري. والحقيقة المأساة الأكبر هي يعني اعتماد القضاء على أقوال المخبرين السريين. نعم. طيب. ويعني نعم. أستاذ عادل، التقرير تحدث عن أن المدنيين تم قتلهم، وجدت آثار إطلاقات نارية في الرأس. إلى أي مدى ترى أن هذا التقرير وما جاء فيه من أدلة ربما تؤكد الرواية الحكومية عن الحادث، إلى أي مدى تقترب من المصداقية والحقيقة؟ مجزرة حقيقة، مجزرة جبلة تختصر الواقع العراقي منذ 19 عام. كل شيء يخص التحقيقات هو ذاهب إلى المجهول. يعني إذا رجعنا إلى القضية وحيثيات القضية، حسب المعاينة البصرية لضحايا المجزرة وشهادات الأهالي بعد تمكنهم من وصول الضحايا، هناك حقيقة إعدام من مسافة قريبة، مسافة صفر، مدخل الرصاص قريب، مخرج الرصاص قريب. طريقة القتل حقيقة هي الإعدام والإجهاز على ما تبقى من هذه العائلة على قيد الحياة، ومن ثم قتل المجني عليه رحيم الغريري برصاصة أسفل الفك ليتبين أنه يعني انتحر، كما يعني أشار بيان الإعلام الأمني لوزارة الداخلية ووسائل الإعلام التي يعني تناقلت الخبر على هذا الأساس. حتى هناك يعني خبير أمني واستراتيجي بين قوسين أشاع أن هذا الرحيم الغريري المجني عليه هو إرهابي ويعني داعشي، وكان سابقا في تنظيم القاعدة. لم يشر هذا الخبير حقيقة كيف رحيم الغريري هو ابن عم علي العزاوي، وهم من عشيرتين مختلفتين. طيب. كما هو واضح من اللقب. نعم. أستاذ عادل، شهدنا الكثير. أستاذ عادل، وجود آثار إطلاقات نارية في الأماكن التي تفضلت بها قبل قليل، هل يشي بعملية انتقامية من منفذي المجزرة ضد العائلة، وما أثر ذلك على سير التحقيقات إذا كانت شفافة؟ بالتأكيد شاهدتم كمية التخبط الحكومي. نعم. في التصريحات يعني طبعا أنا أتكلم عن المستوى الرسمي. حقيقة أولا يعني لولا أهالي الضحايا هم من خرجوا للإعلام وفضحوا حقيقة الحادث، لكان مصيرهم مثل مصير الآلاف، مجهولا ضائعا، متهما لربما بتهمة الإرهاب، ولكان أهله الآن وذووه يعني نازحون أو معتقلون أو ملاحقون. حقيقة لا يوجد تطبيق حقيقي للقانون ولا للعدالة. هناك عمليات ثأرية عبر القوات الأمنية تحدث بشكل كبير دائما، يعني ليست مرة واحدة، هذه دائما منذ 2003 وإلى الآن، ما يدل على عدم وجود تحقيقات مهنية ولا يوجد حقيقة إشراف قضائي حقيقي
يعني على القضايا. طالما التحقيقات بيد الجهة هي ذاتها التي ارتكبت الجريمة فمطعون حقيقة بمصداقية التحقيق وسير التحقيق، وأيضا هناك شكوك بعدم تنفيذ مذكرات إلقاء قبض بحق الجنات. نعم. ولربما سيفلتون من العقاب. طيب أستاذ نعم. عادل، لا نذهب بعيدا، هذه الإعدامات الميدانية التي حدثت في ناحية جبلة أيضا تصاحبها إعدامات قانونية بحسب مركز توثيق جرائم الحرب، يقول في بيان الله في تصريح الله أن 25,000 معتقل حكموا بالإعدام. كيف نفسر هذا الرقم الكبير للإعدامات الذي يتصدر دول العالم في عدد أحكام الإعدام؟ الأحكام حقيقة القضائية وتنفيذها، مذكرات القبض، نعم. المخبر السري، طريقة فلترة المعلومات، التحقيق، القضاء البدائي والمحاكم، المحاكم الجنايات، جميعهم يعاني حقيقة من إشكال حقيقي من ناحية التشريع والتنفيذ. يعني هناك مسائل مشكوك يعني كثيرة، هناك كثير من الشكوك تحوم حول التنفيذ والتحقيق وطريقة استجلاب المعلومات وطريقة أصول الأخبار. حقيقة القضاء العراقي مطعون في أغلب قراراته، حقيقة يعني مخالف، هو القضاء العراقي يخالف الكثير من مواد الدستور الموضوع والقوانين النافذة الآن. ناهيك عن يعني قوانين حقوق الإنسان في العراق واللوائح الدولية في القانون الإنساني، جميعها يخالف الكثير منها القضاء العراقي. يعني هذه الأحكام أستاذ عادل، حتى لا نغادر هذه النقطة، هذه الأحكام إلى أي مدى أنها شهدت محاكمات تتوفر فيها مقومات العدالة التي تنص عليها المواثيق الدولية؟ حقيقة الواجبات البديهية للسلطات القضائية هي أولا ضمان محاكمات عادلة للمحتجز، للسجين، للمعتقل، وثانيا عدم تعرض، يعني ضمان عدم تعرض المعتقل لأي انتهاك. ولكن في الواقع إن سجون ومرافق السجون بالكامل ومرافق الاحتجاز التي تشغلها وزارة الداخلية ووزارة العدل، نعم، لا تلبي المعايير الإنسانية العراقية والدولية. يعني من مرافق الاحتجاز إلى التحقيق إلى المحكمة إلى أطلاق الأحكام، كلها حقيقة يعني صورية وسريعة وبطريقة مشبوهة. حقيقة يتحمل مسؤوليتها السلطة القضائية الآن، نعم. وزارة العدل، إدارة السجون، كلها تتحمل هذه الانتهاكات حقيقة. يعني هناك عدم اهتمام وتقصير وتواطؤ يعني وموافقة، نعم. لما يحصل من هذه الانتهاكات من ناحية القضائية ومن ناحية تشريعية وتنفيذية. نعم. عبر سكايب من اسطنبول المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات عادل الخزاعي، شكرا جزيلا لكم.